وسهلا فيكم ببرنامج ريسيرشر قصة كبيرة. مساء الخير لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا الليلة بحلقة جديدة من ريسيرشر قصة كبيرة، اللي بيعطينا معلومة مش معلومة، بيفرجينا مواهب حدا مش أي حدا. والليلة رح نحكي عن دور الذكاء الاصطناعي بكشف الأخبار الكاذبة ومعرفة مصير مفقودي الحرب مع دكتور فاطمة أبو سالم. من بعدها رح نشهد على قصة كفاح بصناعة الإعلانات ترك فيها السيد رجا تراد بصمة. كمان موهوب رح نشوف موهبة غنائية زحلوية جاية من عالم الهندسة الميكانيكية رح تاخدكن لغير عالم. وهلأ منبلش بشو؟ ومثل العادة بهالفقرة منستقبل مريز. بونسوار مريز، كيفك اليوم؟ حمسة مثل دايماً دايماً هيك كلك نشاط وحيوية، وطبعاً مثل هالفرق اللي رح نستقبلها هلأ، خاصة أنه أول فقرة دايماً فيها منافسة وموضوع الحلقة كتير حلو، الذكاء الاصطناعي اللي كل العالم عم تحكي عنه. 100% شو رأيك نستقبل هلأ الفريق الأول؟ يلا. فإذاً أول فريق أهلا وسهلا فيكم الليلة. أول شيء بدنا نتعرف عليكم. عمر أسعد، كمبيوتر ساينس بالاي يو بي. ليا أبو سليمان، اندستريال انجينيرينج بالاي يو بي مع ماينر داتا ساينس. محمد فياض، كمبيوتر ساينس بالاي يو بي. أهلا وسهلا فيكم. فإذا هلا كمان صار وقت نستقبل الفريق الثاني، تفضلوا. أهلا وسهلا فيكم. بدي أطلب منكم تعرفونا عن حالكم. جاد مشيمش، عم بدرس كمبيوتر ساينس اند انجينيرينج وماث بالاي يو بي. تالين شحادة، عم بدرس كمبيوتر ساينس اند انجينيرينج بالاي يو بي. أنطوني خير الله، عم بدرس كمبيوتر ساينس اند انجينيرينج وماث بالاي يو بي. أهلا وسهلا فيكم من جديد. بخوفوا مريض، يعني والله كلهم كمبيوتر ساينس وانجينيرينج وهيك، قبلك اليوم رح يكونوا هيك على قد مستوى المسابقة. أنا حس المنافسة حتكون كثير قوية بين الفريقين. قوية، ويمكن يلاقوا الأسئلة كثير سهلة هلا. بعتقد عندهم هيدي الباك جراوند. كمان هلا بدنا نتعرف على أسماء يعني اللي سميتوها أو اللي اخترتوها تسموا فريقكم. حنبلش من عندكم، تفضلوا. اسم فريقنا كار، وهذا بيعود لقدرة الذكاء الاصطناعي عن الدفاع عن قضايا اجتماعية وإنسانية كثير مهمة بمجتمعنا. حلو. رح نروح عند الفريق الثاني. كمان بدي اطلب منكم تقولوا لي شو الاسم اللي نقيتوه وليه؟ نقينا الاسم امباكت لانه بنآمن انه الذكاء الاصطناعي عنده قدره انه يعمل تاثير كثير كبير بالمجتمع ليحسن حياه العالم. الاسمين يعني لهم معنى مهم. ان شاء الله نقدر هيك نستفيد دائما بشكل ايجابي من الذكاء الاصطناعي. قبل ما نبلش معهم لازم نسال المشاهدين سؤال، لانه هذا السؤال كمان بيقدروا يجاوبوا عليه على وسائل التواصل الاجتماعي التابعه للال بي سي اي. بربحهم قد ايه؟ $100 كاش. $100 كاش. والسؤال هو مين هو رئيس مجلس إدارة الشركة اللي أصدرت تشات جي بي تي؟ عندكم دائما ثلاث احتمالات، سام ألتمان أو مارك زوكربيرغ أو إيلون ماسك. بس طبعا لحتى تجاوبوا بدكم تروحوا على صفحات السوشيال ميديا التابعة للال بي سي آي وتحطوا جوابكم مع هاشتاج قصة كبيرة. نحن سألنا المشاهدين وهلا أنتم صار دوركم، بس قبل مريض لازم نذكرهم بقواعد اللعبة. صح. مثل ما شايفين على الشاشة رح يبين 14 رقم، ورا هول الأرقام رح يكون في سؤال أو مفاجأة. طبعاً المفاجأة ممكن تكون حلوة أو بشعة، ممكن مفاجأة تربحكم أو ممكن تخسركم، رح تختاروا رقم المفاجأة من البوكسز الموجودين قدامنا. جاهزين؟ أكيد جاهزين. فإذاً رح نبلش مع فريق كور، ولازم تختاروا رقم، تفضلوا. ثلاثة؟ رقم ثلاثة. رقم ثلاثة، نعم. بتتفائلي برقم ثلاثة مريز؟ أنا بحب الأرقام الأمبير. يلا خلينا نشوف السؤال. أوه دغري مفاجأة، يعني من أول دخولوا شمعة على طول مثل ما بيقولوا. فإذا بدكم تنقوا رقم من أرقام الهدايا الموجودة عندكم. ثلاثة أجن. يلا. رقم ثلاثة عن جديد؟ نعم. بدكم رقم ثلاثة. يلا خلينا نشوف شو. بس حتى نقول لهم هون هلا مريز رح تشوف شو في مكتوب، وأنتم هون رح بتقرروا أو بتكشف هي عن المفاجأة أو لا. اوكي، يعني اذا كشفت وكانت سلبيه بدك تتحملوا المسؤوليه، ما هيك؟ ممكن تخسروا كل شيء، بس هلا بعدنا باول اللعبه، يعني ما في. انا برايي اوكي، بس انتم بدكم تقرروا، بس ممكن يطلع لنا شيء كمان، ممكن يطلع لنا شيء ناقص يحملوه معهم كمان. بدنا ننتبه كثير منيح. فاذا بتكشفوا بنشوفه بعدنا بنشوف او ما بتكشفوا، بدكم اياها تقول لكم او لا. نعم تقول. نعم خليني اشوف مريز، انا محرقص. شو
شو؟ جاهزين؟ أكيد. يلا. بكل ثقة؟ نعم. 30 دولار زفة. إذن 34 دولار بلا ولا شيء. بدون أي تعب. حلو، واحد يربح هيك من الأول بترتفع المعنويات. رح نروح هلا عند الفريق الثاني إمباكت، رح أطلب منكم كمان تختاروا رقم. بنقي رقم 12. رقم 12. سؤال، وقيمة السؤال 20 دولار. 20 دولار. فإذا السؤال هو: كيف يفهم تشات جي بي تي وجها من أوجه الصراع العربي الإسرائيلي؟ لا يمكنه الغوص في هذه المواضيع. استقلال الفلسطينيين شائك، أما حرية الإسرائيليين فمن المسلمات. تم تدريبه على تفادي أي نقاش سياسي. نعتقد أنه الجواب هو الاحتمال الثاني. جواب حاسم؟ جواب حاسم. ما بتغيروا رأيكم؟ لا. خلينا نشوف جوابكم صحيح. صح. يعني استقلال الشعب الفلسطيني يعتبر مسألة شائكة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. هلأ بدنا نطلب من فريق كوغ يختار كمان رقم. 9. رقم 9. 9. خلينا نشوف. 60 دولار. اوه، قيمة السؤال: ما علاقة الذكاء الاصطناعي بالأمن القومي للدول المتقدمة؟ أسلحة فتاكة، صناعة السينما، أو ما في علاقة على الإطلاق؟ أسلحة فتاكة. معقول لهالدرجة يكون إنه أسلحة فتاكة؟ صحيح. كيف انتوا على اي اساس هيك اجى على راسكم هذا الجواب؟ عم نشوف هلا كمان مثلا بالصراع بغزه مع اسرائيل، اسرائيل عم تستعمل الذكاء الاصطناعي لتولد مناطق ممكن تضربها بالاسلحه. هو مجالكم على كل الحالات، انا برايي ما رح نشارك عنه كثير. الجواب هو شو؟ صح. الجواب برافو. فاذا اسلحه فتاكي. في منافسة قوية مفروض تكون، يعني بس هني بلشوا بالربح من الأول، يعني صح. حسكن أحسنكم. بدنا نذكر بالنتيجة هلا، فريق كور معكم 90 دولار، 90 دولار صح، إمباكت 20. بدنا نشد حالنا هلا. يلا يلا، رح أطلب منكم تختاروا رقم. رقم 5. 5. 5؟ خلينا نشوف شو مخبى رقم 5. سؤال كمان وقيمته 60 دولار. حلو. حلوين. السؤال هو: الذكاء الاصطناعي قادر أن يقوم بعمل الرسام والمؤلف الموسيقي. الاحتمالات هي: نعم، لا صحة لهذا الكلام، مجرد طموح. شو رأيكم؟ بيقدر يحل محل المؤلف الموسيقي والرسام الذكاء الاصطناعي لهالدرجة؟ جواب نهائي؟ جربتوا قبل مثلا تستعملوا شيء اب انه هيك تعملكم شيء تاليف موسيقى او غيره؟ بعتقد انه هذا الشيء عمل مشكله كبيره بهوليوود ريسنتلي، راحوا اون سترايك. لانه الاي اي بيقدر انه يعمل جنريت ل يمكن سكريبتس او حتى سي جي اي احسن من الفيديوغرافرز اللي كانوا هنيك. يعني فكان في مثل بروتست منهم انه هيدا الاي اي ما عنده هيدي الكرياتيفيتي الموجوده عند الانسان، حتى لو بيقدر انه يبدله ما حيقدر انه يخترع شيء او يعمل احسن بدك من انت توصفه. أي. للشيء اللي بده يطلع من الذكاء الاصطناعي، بس هو طبعا بيقدر انه يطلع هدول الصور. رح نشوف شو الاجابه، بس انا بعتقد انه الاجابه صحيحه. خلينا نشوف. بتعتقدي؟ رح نشوف. فاذا تربحوا. صح، برافو. 60 دولار. يلا كور، بدكم تختاروا رقم؟ رقم 1. 1 بس. رقم 1. حلو، تو بي نمبر 1. كمان سؤال 20 دولار. معقول الذكاء الاصطناعي يلغي جميع المهن ويحل محلها؟ نعم، كلا، أو مجرد توقعات؟ كلا. كلا. طب هلا اللي عم نشوفه بعدكم عم بتقولوا إنه بيقدر يألف موسيقى، بيقدر يعمل أسلحة فتاكة، يعني شو بعد فيه؟ لا بس مثلا في كم مهن مثل الطب او حتى مثلا المعالجين اللي بيعالجوا امراض نفسيه، انه بحاجه شوي للمسه انسانيه وللمشاعر واحاسيس الانسان تكون موجوده دائما. يعني هي الذكاء الاصطناعي حيكون مثل اداه وليس بديل للانسان. يعني ممكن يلغي بعض المهن. صح. مش كل المهن. صح. هيك قصد تكون توصلوا. مظبوط. والجواب صح. برافو. فإذا جمعتوا 20 دولار جديدة. نرجع لعندكم إمباكت، وبدي أطلب منكم تختاروا رقم. أربعة.
نقل رقم 4. يلا 4 كمان سؤال وقيمته 20 دولار. هل يمكن للذكاء الاصطناعي قراءة أفكارنا؟ نعم، هناك تجارب حديثة على هذا الشيء؟ طبعاً لا، أو هذا ما يطمح إليه الباحثون في هذا المجال؟ معكم 15 ثانية ما تنسوا. في تحدي. بنعتقد أن الجواب نعم، في تجارب حديثة على هذا الشيء. ليه اخترتوا هذا الجواب؟ في معلومات عندكم قريتوا عن هذا الشيء، شيء ريسيرش أو تقدير؟ تقدير. يعني عم نقدر انه نعم، لانه يعني مثلا معقول يصير يعني يقرا افكارنا؟ ممكن، لانه انا قريت مره انه البرين ويفز تاعوا الشخص بيقدروا مثلا اذا سمع غنايه بيقدروا يرجعوا ياخذوا البرين ويفز ليرجعوا يركبوا هيدي الغنايه باستعمال الذكاء الاصطناعي ويقروا الويفز ويقروا شو هو ويسمعوا شو هي الغنايه، مش بنفس الدقه اكيد بس نفس الصوت تقريبا. يعني عم يعمل تبرير منطقي. صح، وهيدا اللي كان ناقصنا بعد يقرا لنا افكار، يقرا لنا افكارنا. خلينا نشوف جواب صحيح و20 دولار لكم. على فكره انا كثير سعيده انه الفريقين عم يجاوبوا على كل اسئله صح لحد هلا. يعني على كل هن جايين من هيدا من باك جراوند، يعني انه المفروض يكونوا يعرفوا معلومات اكثر منا واكثر من المشاهدين. صح. اليوم عم بيعرفوا المشاهدين على استعمالات الذكاء الاصطناعي اكثر واكثر. كور 13. 13 على فكرة أنا هذا الرقم المفضل. أنا كمان. عن الناس بيعتبروه رقم نحس. أنا بحبه لأنه رقم عيد. أنا بتفائل فيه. مفاجأة. لا تموت زعل. أيوة. فإذن أي رقم؟ سبعة. سبعة؟ عندك عماد. سبعة يعني النصر. سبعة علم في النصر. أنا ما فيني أضمن صراحة يعني شو اللي بيطلع هلا. خلينا نشوف على كلين. بدي اذكركم انه عندكم الخيار ما تاخذوا المفاجاه، ما تفتحوها لانه ممكن ما تكون مفاجاه حلوه. بكشف او ما بكشف عن المفاجاه. هلا صار عندكم رصيد، يعني انتبهوا ممكن تكون المفاجاه تخسركم هذا الرصيد، او ممكن بالعكس يعني هلا يطلع لكم شيء كثير حلو وينضاف على رصيدكم. قريرو بنشوف انه بلاع، معنا رصيد منيح، شكرا. بنحاول نحافظ على الرصيد اللي قلنا. انت بالحياه هيك عاده بتحافظ على مصرياتك مثلا، بتقول اذا صار معي شويه مصاري بلا ما جازف اكثر. اكيد. ففي ناس اكثر بتقول لا خلينا بعد بدنا بدي انه بحبوا يغامروا، ما هيك بحبوا المغامرات. بعد في اسئله، بعد في مجال لقدام معنا. هو على فكره بقول الطمع ضر تخسر ما نفع، يعني اذا بدنا نقول يعني المثل العربي وزمطته، لانه كان رح تخسروا 30 دولار ويتحولوا للفريق الثاني. بدنا زق. امباكت نرجع لعندكم. بننقل رقم 7. 7. سؤال كمان وقيمة السؤال 40 دولار. خلينا نشوف شو هو السؤال. أين استخدم الذكاء الاصطناعي لانتهاك حقوق الأقليات؟ من قبل الحكومة الصينية لاستهداف أفراد الويغر؟ أو لقمع اللاجئين بأثيوبيا؟ أو لقمع السكان الأصليين بأستراليا؟ سؤال صعب شوي. معكم 15 ثانية بس والوقت بلش. هلا بالنسبة لكم لازم يكون ما كثير صعب. بدنا جواب 15 ثانية. مع الفيشل ريكوجنيشن. عم يخلص الوقت. جواب. أول جواب. احتمال الأول. لهالدرجة معقول يعني الحكومة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحارب أقليات موجودين عندها؟ كل شيء معقول بوقتنا هيدا. هو أصلاً عم بيصير هلا عم يستهدفوا الأكثرية والأقلية. صح. يعني بطل إنه محدودة بس بمجموعات صغيرة. شو بتقولوا؟ جواب صحيح؟ نعتقد إنه صحيح، لأنه قرينا مرة عن الفيشل ريكوجنيشن سكان اللي هو الاي اي من الأول كان كمبيوتر فيجن بيقدر انه يشوف الوجه تاعو الشخص مثلا لما تكون عم تصور بالكاميرا تاعو لك ببين الوجه تاعو لك وين، هيدا الاي اي بيقدر يعرفه. فبنفس الطريقه بنعتقد انه ممكن تكون استعمل الذكاء الاصطناعي ليستهدف هدول الافراد ثرو فيشل ريكوجنيشن از ويل. خلينا نروح دغري تنشوف اذا الاجابه صحيحه. انا برايي بلا ما نطر لانه الجواب صح. برافو. خلينا نذكر بالنتيجة عماد شوي كمان، كثير متقاربة، 110 لكور و 140 لإمباكت. كور عندكم هلا حظ، يعني ممكن تربحوا 10. 10 كمان مفاجأة. أنا قلت لهم 10 حيطلع نتيجة. هيك قلبك حسن. يلا رقم واحد. رقم واحد؟ نعم.
هلا هن افتكروا قالوا كل المفاجآت السارة عند مريض. عند مريض، إن شاء الله تكون ساعة بتمعن هيك. حتى نشوف. عندكم الخيار إنه تاخذوا المفاجأة أو ما تاخذوها. ناخذها. رح تاخذها المرة؟ إيه. يعني بدكم تغامروا. المرة إيه. خلاص؟ أكيد. أكدين؟ شو؟ ما رح نضطرهم كثير. زقفة كبيرة، $30. حلو. أنا مبسوطة إنه المفاجآت الحلوة عم تطلع عندي. قطعتي لي قلبي، فكرت رح يخسروا ال لا ما إلي قلب. منروح لعندكم إمباكت. بقى رقم 11. رقم 11. يلا. سؤال كمان $40، خلينا نشوف شو هو السؤال. متى تم ابتكار أول مجسم نظري مكن الكمبيوتر من التفكير بذكاء معين؟ الاحتمال الأول خلال الحرب العالمية الأولى، في أواخر القرن العشرين، أو خلال الحرب العالمية الثانية. 15 ثانية. يعني ثلاثتهم مش سهلين واحد يميز يعني بيناتهم، لأنه مش هلا حديثا عم نقول. صح. لبعد لوقت، لبعد وقت. اوكي سو بنعتقد إنه بأواخر القرن العشرين. بأواخر القرن العشرين؟ لأنه أول ماشين اخترعت كان آلان تورينج بالحرب العالمية الثانية لحتى يفك الكود تاعه للنازيز. صح. الإنجما كان اسمه. فمش ممكن إنه يكون في ذكاء اصطناعي قبل ما يكون كان بوقتها. ماشين أول. بركي كان في هيك محاولات معينة مثلاً شوي إنه ولا شوي أبداً. لأنه هي يعني بلا ما يكون في كمبيوتر ما ممكن يكون في ذكاء اصطناعي. والجواب؟ أكيد صحيح. كور رقم 2. رقم 2. يلا سؤال $40. لنشوف معقول يتصرف الذكاء الاصطناعي بعنصرية ببعض الحالات؟ هل هالشيء أمر مستحيل أو نعم إلى حد ما أو لا توجد دراسات؟ ما تنسوا 15 ثانية. نعم، نعم إلى حد ما. نعم إلى حد ما؟ صحيح. أنا بتصرف بعنصرية؟ صح. فيك تعطينا مثل؟ حاعطيك مش مثل، في توبيك اسمه AI Ethics هلا بتدرس عنا بالجامعة كمان. هو كيف نخلي الاي اي يكون عنده اخلاقيات الى حد ما عشان ما يتصرف بعنصريه ضد اشخاص معينين، مثلا بالفيشل ريكوجنيشن يعمل ريكوجنايز لوجه شخص معين، لقوا انه الالجوريزم تاعتها عم تميز الاشخاص اللي هن بشره سوداء ما عم تميزهم بدقه قد الاشخاص ببشره بيضاء. فاذا ممكن يميل الى العنصريه، وبما انه هيك انه تبريرك كان منطقي كثير منطقي صح وهيك متسلسل، فاذا ما راح خليك تتحرقص والجواب هو صح. براو براو. امباكت لعندكم عن جديد، بعد في ثلاث ارقام. 6 6 يلا 6 8 او 14. لا الرقم 6. خلينا نشوف شو مخبى رقم 6. مفاجاه. مفاجاه. هلا ما تنغشوا انه كل المفاجآت الحلوة عند ماريز. بس اثنيناتنا عبالنا نربحكم. خلص حننقي من عندك اذا هيك. يلا نقي من عندك. نقي رقم 6 كمان. لنشوف. مثل العادة بدكم اكشف عن المفاجأة أو لا؟ نكشف عن المفاجأة. تكشف عن المفاجأة. طيب منك خايف انه يمكن كل الرصيد اللي عندك يتحول لكور؟ يريد. انتم متعادلين هلا. خلص. يلا بدنا جواب. بدنا جواب. خلص بنكشف عنه. بدك تكشف خلص، فإذا هو بيتحمل المسؤولية. لا لحظة لحظة. لا خلص ما بقى فينا، سوري بعتذر منك، أنت قررت وربحكم $30. برافو. وين صار قلبك؟ أشد. برافو إمباكت. برافو. يلا كور لعندكم عن جديد. تفضلوا كور. 14. $60. اوه نشوف السؤال. بأي جامعة انطلقت أول ورشة عمل لتأسيس الأبحاث بمجال الذكاء الاصطناعي؟ دارتموث، هارفارد أو أكسفورد؟ يعني أول ورك شوب. بنظن إنه دارتموث. أول واحد؟ إيه. مع إنه هارفارد كثير إنه كمان متقدمين بهذا المجال. صح بس ما أظن إنه كانوا سباقين بالمجال. ما كانوا سباقين، يعني دارتموث.
خلينا ما نضطر كثير. بتوافقوا الرأي هن؟ بتوافقوا أول شيء؟ لأنه أكيد. لحتى ما يكون هو عم ياخذ القرار لحاله. والجواب صح. برافو. ما بقى عندكم خيار؟ ما في خيار. رقم ثمانية. أخير ثمانية. لنشوف السؤال قيمته 20 دولار. والسؤال هو: هل يمكن للذكاء الاصطناعي مكافحة الفساد كالتهرب الضريبي والعقود التجارية الغير قانونية مثلا؟ نعم، ما في تجارب على هيدا الشيء أو كلا. معقول الذكاء الاصطناعي بيقدر يحارب الفساد؟ بحاجة لإله كثير نحن بعتقد بلبنان إذا هيك. إذا بيساعدنا بهيدا يعني لازم تبلشوا تفكروا هلا كونكم بهيدا المجال تعملوا شيء لوطننا، ما بدي أقول لدولة لأنه الدولة هي أشخاص، نحن بهمنا الوطن، نحمي الوطن. يلا الوقت عم يخلص، بدنا نجاوب. بعتقد إنه الجواب نعم، لأنه الذكاء الاصطناعي قادر إنه يحدد باترنز بقلب الداتا اللي بنحنا بنوصل له اياها، فاذا كان في خلل بقلب هدول الباترنز بيقدر انه يحدد وين هو بيقدر يكشفها، بيقدر يكشفها على الارجح. مثلا فينا ناخذ الترندز من السوشيال ميديا تنشوف شو في بريدكشن للكوربشن، توقعات للفساد. اوكي، اي خلينا نشوف الاجابه. شو بدنا نشوف الجواب ولا خلص؟ بعتقد انه صحيح الجواب. صح، برافو. وهيك بنكون سألنا كل الأسئلة وكشفنا كل المفاجآت، لازم نعرف قد ايه كل واحد جمع هلا نتائج. فإذا خلينا نشوف النتيجة النهائية للفريقين. كور 240 وأنتم الرابحين زقفة، وإمباكت 230 دولار. أكيد ربحانين، بس كمان ربحين طبعا، ربحوا بالنهاية، جمعتوا كاش يعني مبلغ 230 دولار. مهمين، ألف ألف مبروك للفريقين، ونحن رح ناخذ هلا بريك وبنرجع. اليوم الذكاء الاصطناعي عم يغير العالم بشكل سريع جدا. بعلم علمك رح نعرف معلومات مهمه من خلال دراسات بتتعلق بدور الذكاء الاصطناعي بكشف الاخبار الكاذبه ورصد الخطاب الطائفي ومعرفه مصير مفقودي الحرب. اجرتها دكتور فاطمه ابو سالم. اهلا وسهلا فيكي دكتور فاطمه. يعني بدايه معروف انه الذكاء الاصطناعي ومجالات الهندسه والكمبيوتر ساينس دائما هيك في نظره انه الرجال بتكون ممثله اكثر، قد ايه اليوم في تمثيل للمراه بهذا القطاع؟ تمثيل صراحه اليوم بعده ضعيف كثير، يمكن كان احسن حتى من كذا سنه لورا، كنا نفوت على الصف نلاقي تقريبا 40% اناث 60% ذكور، مع الوقت عم بيخف هالتمثيل. شو الاسباب؟ الاسباب بتصور بحكم سوق العمل يلي شوي قاسي، وخصوصي لكثير اشخاص بيكون مثلا في بدها توفق بين حياتها العائليه وحياتها المهنيه، ومهنيا قاسي كثير، فيها كومبيتيشن كثير، ناشفه كثير. بس انت قبلتي التحديات واخترتي هذا المجال. قبلته ايه، بس ما اخترته. لا ما اخترتي. كان على بالك تعملي شيء ثاني. هلا رح نحكي عنه اصلا. يعني بخلال الحلقه. لكن قبل ما بلش معك بحوارنا اليوم، خلينا نعرف العالم عليكي بهذا التقرير. حلمت تكون طبيبة وعشقت مهنة الطب، ولكن للأسف ما قدرت. عاشت فاطمة طفولتها عم تتنقل من بلد لبلد، من لبنان للإمارات لكندا ومجدداً لبنان، وما كان عندها أي مشكلة بالموضوع إلا الوضع الأمني يلي كان يهتز ويسبب لها رعب وخوف من المستقبل. أكثر من مرة تسأل حالها: أنا شو ناطرني هون بلبنان؟ هي اللي نشأت وكبرت ببلدين سمعت فيهم كل الأصوات إلا صوت القذايف. بمدرسة الآي سي تابعت دراستها وانجذبت للغة الإنجليزية، الأدب العربي والرياضيات، لكنها أصرت أنها تتخصص كطبيبة بالجامعة الأمريكية ببيروت. وبسبب ظروف قاهرة وخارجة عن إرادتها بتتعلق بقانون العمل اللبناني، مات حلمها واندفن طموحها. مرات كتير بفكر إنه لو
فعلاً قدرت فت على الطب وامتهنت هالمهنة اللي كنت دايماً أنا وصغيرة أحلم فيها، إنه هلا عن جد كنت حكون ناجحة سعيدة. ولأنها مجبورة تفوت على الجامعة لتتابع دراستها، اختارت التخصص بالرياضيات هيك عشوائياً، وهي حتى ما بتعرف ليش. بعد تخرجها مارست مهنة التعليم، بس ما كانت مرتاحة لأنه مش هيدا يلي بدها إياه. قررت تكفي ماسترز، وهون بلشت تنفتح لها فرص ما بدها إياها، بس بنفس الوقت كان صعب عليها أن ترفضها. من الجامعة الأمريكية لجامعة أكسفورد، منح دراسية متواصلة ودراسات عليا تحت إشراف أهم أساتذة الرياضيات، حققت نجاح كبير وباهر ووصلت لعلم الكمبيوتر. آمنت إنه الضيقة باختيار المهنة اللي حبتها خلقت لها فرص، وتحدد حالها لتكون علامة فارقة بالاختصاص يلي وصلت له. ارتباطها الزوجي بدكتور الفيزياء بالأيوبي وفيق صبرة دفعها ترجع على لبنان على الجامعة الأمريكية ببيروت لإكمال مسيرتها البحثية بكيفية تطبيق علوم الذكاء الاصطناعي. عمل صعب بيتطلب متابعة ووقت كتير، الشيء اللي خلاها تعيش صراع صعب بين مهمتها الأكاديمية والعائلية. هي اللي تعلمت من والدها التفاني لعملها، ومن والدتها التفاني لعائلتها. عاشت حياتها من خلال بناتها صوفيا وناتاليا، وأيام كتيرة نطرت فاطمة يوم استقالتها، بس لغاية تاريخ اليوم هالنهار بعد ما إجا. قدرت تتخطى كل الظروف وانجذبت للاهتمام بالأولاد يلي مش صاير لهم يتعلموا، وتمكنت من أعطاء إرشادات لنساء حاسين بالذنب بين هوس عملهم والاهتمام بعيلتهم. هي اللي بتقول لما سكرت الدنيا بوجهي استعملت كل قوتي لأقدر حقق شي بهالحياة وما خلي الحياة تقرر عني. كل هالشي تحقق من مبدأ التربية المتينة يلي أساسها عدم الاستسلام وما في حدود للأحلام. واو، بعدها غصة بقلبك ما عملتي طبيبة؟ لا أكيد لا. شو اللي منعك؟ لأنه بلبنان ما بيقدر الواحد يفوت على نقابات هندسة طب محاماه غير ما يكون لبناني، وأنا ما كنت لبنانية. حضرتك منك لبنانية؟ لا، هلا لبنانية أكيد بحكم الزواج طبعا. حضرتك الأصل؟ الأصل فلسطيني. من فلسطين. ماما لبنانية. تحية على كل لأهل فلسطين، بدنا نحييهم زقفة أكيد. بس هو كمان ماما لبنانية وأنا ولدت بلبنان، يعني المرأة اللبنانية لهلا ما بتقدر تعطي جنسية لأولادها كمان. إن شاء الله بكرة بتحققي حلمك، يمكن تشوفي بناتك يختاروا هيدا المجال، إذا بعد على بالك إنه تشوفي أطباء حولك، إذا أنت ما قدرتي تعملي بركي البنات ان شاء الله. ان شاء الله. طيب رح فوت معك انا هلا بالدراسات اللي عملتيها بالذكاء الاصطناعي. بتعرفي وقت الحروب دائما بتكثر الاخبار الكاذبه، وهذا الشيء صار يمكن خلال الحرب السوريه. انتم قررتوا تعملوا دراسه وتفرجوا كيف الذكاء الاصطناعي بيقدر يحارب يمكن هيدي الاخبار او يقدر يكتشف هيدي الاخبار. شو الهدف كان من الدراسه وليه يعني فوكستوا او ركزتوا على الحرب السورية؟ بهذيك الوقت كانت الحرب يعني أخذ كل اهتمامنا، ومش بس اهتمامنا، بتتذكر اجت فترة كمان انفجارات ببيروت. صحيح، من 2010 انغماس لبناني بالحرب كان 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 عبء علينا كثير كبير نفسيا. نعم. وموضوع الفيك نيوز كان بلش ياخذ مومنتوم بالليترتشر عنا، يعني بالكمبيوتر ساينس. وكنا قاعدين انا وماي كوليج بوقتها دكتور محمد جابر يلي بطل معنا على كل الاحوال، وقاعدين عم نقول شو فينا نعمل شو فينا، لانه بنضل عم نحكي انه عندنا نحن قدرات تقنيه حابين نعمل شيء. صح، انه دائما البحث بده هيك فكره هيك خلاقه. فكره، وكنا صرنا بمطرح بما يعني قادرين نفكر مثل ما بسموه العالم طرف فكري، يعني عندك وقت بتفكر ببروجكت فيه ريسك كثير كبير. قاعدين هيك على فنجان قهوه حكينا انه ايه بركي بنطلع على الفيك نيوز، اكيد في فيك نيوز بالحرب السوريه مثل باي حرب ثانيه. صح. وبلشنا طيب كيف بنبلش، لانه ما في داتا، يعني نحن اصلا عالمنا العربي بيعاني انه ما في توثيق للاشياء بشكل كافي، وخصوصا بظل يعني غياب يعني التغطيه الاعلاميه الموضوعيه بتكثر. نعم. الاخبار. نعم. والموضوع غير دقيقه اذا بدنا نقول، اذا ما بدنا نقول كمان كاذبه. نعم، والموضوعيه اصلا هي ابعد ما تكون عنا، لانه
وكمان كان في ألمنت بالحرب السورية في عناصر معينة شوي يعني فتنا بمطارح طائفية هل هي حرية فتنا بمجالات كتير خطيرة نعم وهيك بلشنا وشو بيّنت يعني شو النتائج اللي حصلتوا عليها هلا نحن البحث اللي عملناه قصدنا إنه الذكاء الاصطناعي ما ياخد إشياء ممكن تعرضه للبايس التحيز يعني قلنا ما بدنا نفوت مين هي الجهة اللي عم تحكي مين هي مين هو الشخص اللي عم بيقول بدنا عناصر نحطها بالموديل تكون قد ما هي اوبجكتيف موضوعية طبعا اضطرينا ننتقل من داتا مفندة يعني ليبل داتا جبناها من نحن عملنا لها هندسة من the Syrian Violations Documentation Center يلي هو كان NGO بتوثق الوفيات بالحرب السورية معتمد هذا المصدر معتمد هي من volunteers متطوعين بس بيعتمدوا وسيلة كتير بسيطة كل يوم واحد إذا كان شاهد على ضحية معينة على جريمة بس معين. ما يعني كان إنه بس ما بيقول أكثر من هالشخص قتل بهالمحل بهالزمن بهالمكان بس ما لجأتوا للوسائل التواصل الاجتماعي عادة أنه كمان بالاي اي أو بالذكاء الاصطناعي كثير أنه بياخذوا داتا من الانترنت خلينا نقول أو يعني وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بوقتها كنا حاسين أنه الفيك نيوز كان أكثر يعني مصدره هو وسائل الإعلام مش وسائل التواصل الاجتماعي نعم. الإعلام فينا نستفيد من هذه الدراسة مثلاً بلبنان وخصوصاً يمكن هيك بدي أحكي عن موضوع شوي حساس إنه موضوع اللاجئين السوريين اللي هو بشكل جدل إذا بدك شعبي وعلى صعيد الدولة ممكن الشيء اللي عملتوه هذه الدراسة اللي عملتوها ممكن تستفيد منها الحكومة اللبنانية أو يمكن بعض الوزارات أو غيرها هي مش الدراسة بحد ذاتها قد ما هي المنهجية اللي بنسميها نحن fact checking يلي أنت بتبني مجسم ذكاء اصطناعي مدرب على الفاكتس يلي مجمعينها ناس ما عندهم أي تحيز يمكن البروجكت الثاني يلي ممكن يعنينا أكثر هو عملناه بخصوص الطلب على المراكز الصحية الرعاية البرايمري الأولية من قبل اللاجئين السوريين وكان هدفنا بوقتها نقول كيف عم بيصير الضغط هل الطلب على العيادات هل هو فعلا انه مقرون بالاحداث اللي عم بتصير بسوريا زمنيا او مكانيا سو كنا نروح ندخل تو كوانتيتيفلي يعني كنا عناصر كميه نقول الزمان هلا من هون لهون المكان هون وهون وقدرنا نفهم انه طبيعه الطلب على الرعايه الصحيه كيف عن جد بتتاثر بالاحداث ومنا عمليه انه ناس بس هيك عم تطلع وعم تمشي كيف وهذا الشيء بتقدر تستفيد منه طبعا هي كل الوزارات بالنهايه عندنا نعم. اللي هي بنسميها public policy analytics اللي هي كل هلا الدول المتقدمه عم تعتمدها انه لتقدر الدوله تخطط احسن تلبي متطلبات الشعب تكون جاهزه للكوارث بدها تتعلم من اللي سبق صحيح يلي هو 100% طب اذا بدي اطلب منك هيك انه استنتاج كثير مهم تبين معكم من الدراسة اللي عملتوها على الأخبار الكذبة خلال الحرب السورية استنتاج واحد هيك بتقولي هذا الاستنتاج عن جد كان مفصلي أكيد طبعاً الاستنتاج منه بوليت بروف يعني ممكن يكون في شوائك متعلقة بحجم الداتا اللي جمعناها بس بدي أحكي على اللي شفناه واللي شفناه منه أبداً يعني برجع بدي أقول إنه ما دخلنا أي نوع تحيز نحن أصلاً صح. الفريق كنا من بكل موضوعية حالات كتير مختلفة صح شغلتين كانوا كتير بارزين أول شيء إنه أكبر عنصر كان بدل على الفيك كلاسيفيكيشن كان هو عدد المصطلحات الطائفية بالارتكل المعينة سو كان عندنا لكسيكون طائفي اخذناه ومع كثير اشياء ثانيه طبعا هو اكثر شيء كل ما زاد عدد المصطلحات الطائفيه بالارتكل كل ما هي بعدت كوانتيتيفلي من اللي نحن كنا نسميها جراوند تروث من الفاكس اللي جبناها عنا على الارض الشيء الثاني كمان بين انه الفيك نيوز اللي نحن لقطناها بنسبه اكبر طلعت من الميديا تبع الموالات لمين؟ موالات للنظام؟ للنظام نعم نعم رح روح كمان على دراسة تانية أجريتوها بخصوص الخطاب الطائفي
بنشهد كثير خطاب طائفي على وسائل التواصل الاجتماعي. وين عملتوا هذه الدراسه؟ هيدي بعدها ان بروجريس للصراحه، هي بعدها ماشي بس فيني احكي طبعا. اكيد يعني طبعا بتصور هيدي كانت نتيجه طبيعيه للشغل يلي كان صار لي كذا سنه بلشته، لانه هذا الموضوع بيعنيني. بتصور انه كلنا بنعرف واتليست متفقين انه الطائفيه مرض كثير. ايوه بعتقد لبنان ارض خصبه لهيك دراسات يعني. ارض خصبه كثير. سو كانت الفكره انه الخطاب الطائفي كيف ببلش؟ واحد ما بيوعى بنهار وهيك ببلش يحكي. صح. بيجي من سميناهم تريجر ايفنتس، يعني شيء بيصير. شيء بيستفز. وبعدين دغري، وبعدين في اثنين، في المسؤولين المؤثرين السياسيين البيرسونا انفلونشلز، وفي العالم اللي ماشي حواليهم او معهم. وكان شيء كمان ببالنا انه مش بس طائفيه، يعني عم نحكي دينيه، اي شخص انت بتعتبره هو من الماينوريتي، منه جزء من طائفتك الكبيره، ممكن يكون انه الاحوال الشخصيه اللي مشحف بحق المراه، ممكن صحيح. يكون يعني خطاب قاسي بحق اللاجئين مثلا او بحق اي فئه مهمشه ثانيه، حطيناهم كلهم بمحل واحد. وبلشنا نسرد التريجر ايفنتس لنقول خلال السنه الماضيه يعني مثل نوع من شو الاكثر شيء اللي بيحرض على اللي بيحقق ايه هلا او اللي بيخليه انه فعلا يظهر هيك علنيا، يمكن لانه الطائفيه موجوده دائما بالنفوس، بس في احداث معينه طبعا. او في شيء بتعمل تريجر مثل ما بتقولي. بس نحن ما عملنا هلا اسامبشن بالاول، ما عملنا انه هيدا الحدث بيحرض، نحن بس مشينا بالاول انه شو صار احداث. مشينا ويكيبيديا، نشر يعني نيوز ويب سايتس. شو ابرز حدث كان هيك حسب اي فئه؟ مثلا بالسياسي والامن السنه الماضيه كان عندنا كثير محطات قاسيه، كان عندنا بدنا نقول اشتباكات عين الحلوه، عندنا حادثه الكحاله، عندنا صحيح فجرت سياسيه سياسيه لنقول المرشح فلان بمقابل فلان، يعني ما كان في يعني نضرب الموضوع. اي متى تقريبا هيك بتتوقعوا تنجزوها على الاخر هيدي الدراسه حتى تصير متاحه لكل العالم؟ هي دراسة حتاخد شوي منحة أكبر شوي، يعني هيدي بس هي دراسة هلأ متواضعة بس لحتى تقول الخطاب بمقابل الأحداث. سو الهدف الحقيقة يلي مفروض أنه سنة الجاية نتطرق له هو أنه شبكات الخطاب كيف هي على السوشيال ميديا. أولك في أمل يعني نخلص من الطائفية من خلال هالدراسات اللي عم تعمليها؟ عم يتبين معك شيء هيك بصيص أمل؟ لا ما في أمل ضعيف. رح نبقى أو يمكن عم بتزيد أمل ضعيف جديد، ما بعرف، ما درسنا بعد الوضع، بس أكيد هيدا الشيء ثانك يو فور يعني تلفت لي نظري إنه بالقليلة هيك نوع دراسة إذا من هلا لعشر سنين قلنا نحن كل سنة بدنا نعملها كل سنة، بس هو ذاته نعيده لازم أكيد تنشوف أكيد. عم بيتغير كيف عم بيتطور الخطاب الطائفي، هل عم بيقل طبيعي. هل عم بيزيد طبيعي. والأسباب اللي دايما اللي هي عم تعمل يعني أسباب. عم تشعر نعم. إذا بدنا نقول نعم. هيدا الفتيل الطائفي نعم. بكثير من الأحيان. كمان في دراسة ما اسم الله عليك، يعني عامل كثير دراسات ما بنقدر أكيد نغطيها بالحلقة الليلة، بس اخترنا كم دراسة نحكي عنهم، وهي أنه أسستوا شبكة معرفية لمفقودي الحروب بسوريا والعراق. نعم. أول شيء شو يعني هيدي الشبكة؟ نعم. وشو أهدافها؟ وإذا كمان فينا نستفيد منها لمفقودي الحرب اللبنانية؟ أوكي، سو هي فكرة الشبكة نتورك بالفيل تبعنا قوية كتير، بس العالم ما بتحكي فيها كتير. كل الفكرة أنه المعلومات إذا تقدمت بشكل كتير بديهي وسيمبل، يعني بخصوص الحرب السورية أو العراقية، إنه فلان قتل بهالمحل بهالزمان، وحطيتهم واحد ورا الثاني، بيطلع شكل مربع. مربع. هيدا المربع ما بنقدر نعرف منه شيء. الفكرة كانت إنه طيب كيف هي نفس المعلومات تتقولب بشكل مختلف لتبلش تعرف أكثر، شو ممكن بدك تعرف؟ يمكن بدك تعرف فيك نيوز، نعم، ممكن عم تفتش على حدا قريبك مش ملاقيه، نعم ممكن بدك تعرف هالمنطقة مين أكثر فريق ارتكب جرائم، ممكن بدك تعرف كيف عم تتحرك الحرب بالوقت والمكان، البردن تبعها. فطورتوا أنتوا هيدا الشيء لصار أنه مثل شبكة معرفية. هي أصلا اسمها بدل. أنه هي مش بس ديتا مخزنة، هي ديتا مهيئة، وكتير مهمة نحكي فيها.
هيدي جزء من ترندز جديده هالايام بدت بتقول انه نحن وي هاف ان اوبليجيشن انه نهيئ هالانفورميشن للعالم. مش كل العالم متطوعين على الارض عم ياخذوا انفورميشن، نحن بدنا بدك انت عندك مسؤوليه تهيئ هالديتا بشكل اي انسان يقدر بكبسه زر يعرف ويجمع ويقدر يمكن يتصرف على هالاساس، وهيدا جزء من يعني مشروع اكبر قدرت هيدي الشبكه مثلا تخبركم عن مفقودين بالحرب، يعني لانه بس نقول مفقود حرب ممكن يكون منهم قتل او شيء وبعد اهله ناطرين ويمكن عم بيعانوا الامرين تيعرفوا اي خبر عنه. نعم، هيدي الشبكه هي كل شيء بتعمله بتاخذ من الـ Violation Documentation Center ونتلت بحرب العراق. شو قالوا المتطوعين بتحول، اذا المتطوع قال فلان مفقود الشبكه اكيد بس قوتها للشبكه انه بتعمل مثل تجميع للديتا بشكل يقدر يخبر الناس شو عم بيصير انماط هي الفكره. يعني اهالي المفقودين بيقدروا مثلا يكون عندهم اكسس على هذه الشبكه هلا أو ما عملتوها بابليك نحن متناول العامه؟ هي كانت اوبن سورس للحقيقه هي. بس للاسف نحن كاكاديميين يعني جهودنا محدوده، يعني بتطلع الفكره من عندك وبتعمل الديفلوبمنت بس بدكم اكشن بلان يعني انه تتعامل مع حكومات يمكن تتعاملوا مع مؤسسات او منظمات بس ما يعني للاسف انه بتوقف عند هون لانه نحن بحكم عملنا نعم. اوكي نشرنا هالدراسه ثاني نهار يلا دراسه ثانيه صحيح انتم عليكم اللي عملتوه بس يمكن بدكم مين يستفيد من هذه الدراسه بالضبط اكيد كثير حلو انه اذا في شرائح معينه بمجتمعاتنا العربيه قادره تشوف وتطلع وتقول هالاشياء انتشرت هالاشياء انشغلت بركي بننشرها حلو وي ديبلوي طب ليه ما عملتوا على الحرب على مفقودي الحرب اللبنانيه هيدي الدراسه لانه هيدا مطلب من زمان بنسمع فيه يمكن عشوائي قبل ما اخلق بعدهم بيطالبوا به مفقودين اختفوا خلال الحرب اللبنانيه لانه ما لقينا الدوكيومنتيشن يلي لقيناها بالحرب السوريه والعراقيه لانه بلبنان كان في تعاون مثلا مع الامن العام جربت لا لا الصراحه ما خطر على بالنا يلا هلا صارت عندكم الفكره بركي بتنفذوها وبتريحوا شوي يمكن قلوب من هالاهالي اللي دائما يعني بينطروا خبر صغير أكيد. عن بس انه عن اولادهم العائق الثاني كمان هو اللغه لانه بحس انه كل شيء عم نكتبه بالانجلش قديش هو واصل للكوميونتي منه واصل يعني لا ان شاء الله هلا يمكن مع تطور العصر وهيك يمكن صارت الناس تحكي انجلش اكثر من العربي بتقدروا توصلوا يمكن او توصلوا لمعلومه كثير مهمه انا اسئلتي بالناحيه العلميه والبحثيه خلصت رح اتركك هلا مع ماريز بالشخصي رح تسالك اسئله مش شخصيه كثير بس هي راي شخصي لإلك بدها تعرف منهم هي أجوبة أوكي دكتور فاطمة بدي أرجع رحب فيك بحلقتنا لليوم بالشخصي رح كون عم بسألك خمس أسئلة رح نبلش بالسؤال الأول جاهزة؟ نعم ضرب ذكاء عملتيه بحياتك شو هو؟ هو مهني بس شخصي لأنه هيدا قرار وقت اللي أنا انتقلت من دومين كتير نظري اوكي لدومين اقدر اعمل فيه داتا وذكاء صناعي لخدمه المجتمع لانه هيدا انعكس علي شخصيا شيء يعني فجاه صرت عم حب شغلي حسيت انه اهم شيء الانسان يكون نعم. مبسوط بالشيء اللي عم يعمله نعم السؤال الثاني رح اطلب منك تكملي الجمله لو بيقدر الذكاء الاصطناعي ينفذ لي هالشغله كانت بتكون عيش بمحل كله امان وكله عداله أعتقد هيدي أمنيتنا كلنا خاصة نعم. بهيدي الأيام نعم سؤال التالي سؤال مهضوم شي مرة طلبت من تشات جي بي تي حضر لك أسئلة الامتحان؟ أبداً بصراحة أبداً ولا مرة استعنت ولا مرة أبداً يمكن مش مجربة تشات جي بي تي غير مرة أبداً طيب بتفكري بالأيام اللي جاي مثلاً تستخدمي الذكاء الاصطناعي تساعدك؟ لا لا لأنه ما بتحبي حلو بيساعدني لا يخلق محتوى لا اوكي اوريدي بنستعمله ليساعدنا نكتشف انماط حلو جواب السؤال الرابع سؤال فيه شوي تحيز مين الاذكى النساء ام الرجال برايك اكيد النساء اكيد بدها زقف انا من اللي قال بدها زقف لانه تحيز لانه قالوا انه نقدر نعمل 10 اشياء بنفس الوقت السؤال الاخير سمي شخص بتعتبريه من اذكى الاشخاص بالعالم وليش
بالنسبة لي ما بعتقد في أذكى شخص بالعالم. بتصور الذكاء هو عملية كوميونال. أنا إذا بدي أحكي تقنياً لسهل الأمور بعتقد أكثر يعني فيجر بالكوميونيتي تبعيتنا هو آلان تيورينج يلي العالم ما كثير بتحكي فيه. آلان تيورينج هو كان ماثماتيشن ولوجيشن بنص نص القرن العشرين، وهو أول من تصور فكرة ما كانت بتقدر تفكر وتتعلم من خبراتها لتقدر تقرر يلي هو بيسكلي الذكاء الاصطناعي. وآلان تيورينج هو اللي ساعد الحلفاء بالحرب العالمية to crack the code تبع النازيين، وما كتير عالم تحكي فيه مع انه هو يمكن بقوله من دونه ما هيدا الشخص obviously بتنطبق عليه صفة الذكاء. طبعاً دكتور فاطمة أنا بدي أشكرك وبدي أرجع أنتقل لعندك عماد تنكمل باقي فقرات حلقتنا لليوم. مشاهدينا بريك ومنرجع. منتابع حلقتنا الليلة وهلأ رح نستقبل ببصمة ضيف لمع اسمه بامتياز بصناعة الإعلان بالعالم العربي والشرق الأوسط. خلينا نرحب بالسيد رجا تراد انضم لنا عبر تطبيق زوم لتعذر المجيء إلى لبنان. رجا تراد حضرتك حائز على شهادة البكالوريوس بالإدارة العامة والسياسة من الجامعة الأمريكية ببيروت، ومن بعدها توجهت لمجال صناعة الإعلانات اللي خبرتك بتمتد فيه لأكثر من 42 سنة. خلال مسيرتك المهنية ترأست العديد من المناصب الريادية من أبرزها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة بابليسيز جروب لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا حتى تاريخ تقاعدك بكانون الثاني 2022. متزوج من السيدة سوزان صوان وقبل كل من نادين وناتالي، ورح نحكي الليلة عن تجربتك الحياتية والعملية والمطبات اللي واجهتك واللي ما خلتك تتوقف عن المحاولة للتقدم للأمام. أهلا وسهلا فيك أستاذ رجا. أهلا فيك ومساء الخير للجميع. قبل ما نبلش حوارنا هون بدي أسألك دكتور فاطمة، شو دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتطوير قطاع الإعلانات؟ الإعلانات هالأيام عم بياخدوا منحة شوي كمان زيادة بمعنى targeted، يعني بيدرسوا أطباع العالم، بيدرسوا خياراتها، شو بيحكوا، شو بيقولوا، وين بيروحوا، قد ايه بيقضوا وقت بالمول، اذا حمل الواحد غرض الكاميرا بتكون عم بتراقبه، قد ايه اخذوا وقت لعباها بالكيس او له دور كبير هلا كله هيدا الشيء مخيف خصوصا بالميديا والاعلانات وغيرها. شيء يعني مخيف، تارجتد ادفرتايزنج مخيف، يعني بتحس انه هالكاميرات بالمول كلها عم بتلقط انفورميشن لحتى تقدر تساعد البزنسز طبعا تبيع اكثر. على كل رح ارجع هلا لاهم المحطات بحياه رجا تراد، ورح نبلش باول محطه وهي احلام الطفوله. طبعا الاحلام والاماني يعني دائما هيك بتداعب مخيلتنا نحن واطفال، يعني دائما بيقولوا لنا وقت اللي تكبر شو بدك تعمل؟ شو بدك تصير؟ وعلى هذا الاساس بنبلش نكون شخصيتنا. شو كان حلمك رجا تراد انت وصغير؟ يعني انا بعتقد لما الواحد بيكون بمرحله الطفوله احلامه بتكون بعدها كونتيند، يعني ما بيكون عارف مظبوط شو بده يحقق بالحياه، دائما الانسان بيطمح لحتى يكون، بس شو بده يكون بتاخذ شويه وقت القصه تيصير بمرحله الهاي سكول حتى يصير في عنده اكسبوجر على الحياه وعارف اكزاكتلي شو في بوسيبيليتيز قدامه بالحياه. وطبعا شغله كثير مهمه هو شو بحب يعمل. سو من طفولتي انا فيني اقول اني انا كنت حب الناس وكنت حب التواصل مع العالم، ومشان هيك يمكن something innate كان فيه انه انا بحب اعمل شيء بالنتيجه اقدر اتواصل مع العالم لما صير بمرحلة التخرج من الجامعة. سو فيني أقول إنه
أحلام الطفولة مثل ما قلت بتتبلور لما يصير الواحد بمرحلة التخرج من الهاي سكول. كان عبالك من أنت وصغير يعني هيك توصل لتكون CEO لشركة كبيرة مثلاً، مع أنه أنت درست هون يعني في مفارقة، درست أنت تقريباً علوم سياسية بعدين اتجهت على قطاع الإعلانات، يعني شو اللي أخذك على هذا الطريق؟ أنا أول شيء كنت بحب كون بالمجال السياسي، الله ستر ومني بالمجال السياسي الحمد لله زمطت. بس بوقتها كان في عندي حلم أني فوت على المجال السياسي أو على المجال الدبلوماسي، وفت على الأيو بي وعملنا Public Administration Political Science. ولكن لما تخرجت مثل أي شاب متخرج جديد كان طموحي أني أقدر بلش كارير، وكان في عندي opportunity at that time a sales job and advertising. لأنه أنا مني ما بحب قصة السيلز، قررت أني جرب حظي بالcommunication بالadvertising بالدعاية والإعلان. يعني كانت تجربة حظ؟ هي كانت تجربة حظ. قلت أنا بعدني بأول عمري وبعدني بأول يعني أول journey تبعت حياتي، ففيني أتحمل جرب سنتين، أنه جرب سنة أو سنتين حتى أشوف إف يعني إذا بالنتيجة بتلاقي نفسك بمجال الإعلان. نعم. وأول شهرين ثلاثة قلت لحالي شو عم تعمل؟ ليش؟ بعدين قلت I want to give it more time، يعني لازم أعطيها وقت أكثر حتى أشوف إذا أنا بلاقي حالي في مجال الإعلان. بعد ست أشهر لحد السنة تعلقت بمصلحة الدعاية والإعلان، وقررت إنه أوكي I am gonna build my career بمجال الإعلان، بمجال الدعاية والإعلان. وبدعت فيه يعني. طب هون عندي سؤال كمان لفاطمة، أنت كنت حابي أنه كان عبالك تعملي طبيبة، وقلت رحت على مجال حسب ما شفنا من الإنسبايرينج ستوري ما كتير بتحبيه، ما كتير أنه هالقد بتهويه، يعني اختبرتي حالك مثل ما عمل راجا مثلا، قال أنا أعطيت حالي هيك ست أشهر تشوف حالي فعلا هل أنا بقدر أكمل بهيك مجال أو لا؟ أنت كان ذات الشيء ذات الخبرية عندك؟ بس ومنيح ست أشهر، أنا يمكن أعطيت حالي 10 سنين. أعطيتي حالك 10 سنين؟ يمكن لحد هلأ بعدك عم بتفكر. لا هلأ بس هلأ بفكر بالعكس، هلأ بقول يمكن أنه لما بنقول هالشيء بحبه يمكن شو بعرفني، يعني أنا كنا بنكون بأعمار اللي منحبه يمكن مش اللي بناسبنا. اللي بناسبنا، بس بعدين يمكن نتعود على الشيء اللي بنعمله أو نصير نحبه بعد، إيه يعني بعد ما نختبره بنعرف حالنا نحن قادرين أنه نكمل فيه. وخصوصي إذا عنا القدرة نحن نخلق منه شيء. صحيح. إيه أهم شيء. راجا ترات تعلمت بمدارس تمتلكها عائلتك بالشويفات، شو كانت الإيجابيات والسلبيات إنه حدا يدرس بمدرسة لأهله بالنهاية؟ أول شيء كنت حس بارتياح شديد لأنه المدرسة اللي كانت لأهلي كانت كتير 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 تساهم وتساعد بدون مقابل كل اللي كانوا بحاجة لحتى يفوتوا على المدارس، وهذا شيء أنا ما بحب أقوله بس كان متعارف عليه والكل بيعرفوه. كمان بالطفولة أكيد متأثر بأصدقائنا أو بأطفال بيكونوا معنا يمكن بالمدرسة أو بيكونوا بمحيطنا العائلي، منبلش هيك نجرب أنه أنا بدي أعمل هيك أنت بدك تعمل هيك، بعدك لليوم بتحتفظ بأصدقاء من الطفولة بتحس هيك كان إلن تأثير معين أو كنتوا تتشاركوا أفكار معينة ولليوم بعدكم على تواصل؟ دائماً عندك، أنا بقول الأصدقاء هن ثروة بالحياة، وما حدا بحل محل أصدقاء المدرسة الهاي سكول والجامعة، هودي بيرفقوك كل الحياة. هلا أوقات الظروف بتبعدهم عن بعضهم، ولكن لما بيرجعوا بيلتقوا أما بيصير في opportunity حتى يلتقوا بيكون أزف ما كان في وقت ضايع بين اللقاء واللقاء. نعم. على كل هذه كانت محطة أحلام الطفولة، رح روح أنا وياك هلأ على محطة الثانية اللي بنسميها نحن نحو الهدف، يعني بعد ما واحد يحط هيك هدف هو صغير أو حلم معين ببلش بده يسعى له بفوت على الجامعة، وأنت درست بالجامعة الأمريكية، خبرنا عن تجربتك، كيف كانت يعني هالتجربة بهذه الجامعة يمكن الكتار بيطمحوا أنه يفوتوا عليها أو يتعلموا فيها؟ الجامعة الأمريكية إلى فضل كتير كبير علي وعلى أي شاب تخرج، مشان هيك نحن there is still a very close connection مع الـ AUB، ونحن أنا بشتغل مع الـ Alumni chapter تبع دبي والـ Northern Emirates، and we do every year activities in order to raise funds to help needy students to join AUB.
لأنه نحن بنعرف وضعنا الاقتصادي في لبنان وبنعرف for the past 20 years صرنا بنعملها والدبي chapter is one of the I think biggest chapters in terms of contribution to raising funds to help needy students. بدي أسأل كمان طبعاً الأساتذة بالجامعة كتير أوقات بيلعبوا دور إنه يخلونا نحب أكتر مثلاً المادة أو الاختصاص أو يمكن هيك شخصيتنا أكتر بتكون يمكن بيبنولنا إياها. في شيء أستاذ معين بعدك لحد هلا بتقول فعلاً هيدا الأستاذ كان له فضل علي يعني بشكل خاص معين إذا بدك تخصصه لهذا الأستاذ؟ يعني أنا هلا عم بترجعني لورا يعني ما رح أقول لك كم سنة لورا يعني لكن كل واحد منهم in one way or another يعني ساهم بتكوين شخصيتنا نحن كتلاميذ بالجامعة. بعدني بتذكر وبحترم ما بعرف شو عاد صار دكتور عدنان اسكندر نعم. اللي كان أحد البروفيسورز اللي كنت معجب بشخصيته معجب بطريقته معجب بتواصله مع التلاميذ بهداك الوقت هذا اللي بتذكره ولكن كان في كتير professors that were also Armenian. خرجت من الجامعة الأمريكية بالعلوم الأساسية. إذا بدك تحكي هيك عن أول فرصة عمل أو أول شيء اشتغلته. أنت خلصت الاختصاص دغري وين اشتغلت؟ كانت Young and Rubicam Advertising. كان في عندي شخص صديق كتير بيشتغل فيها. ولما عرف أني أنا تخرجت قال لي إذا طالع على بالك جرب حظك بالأدفرتايزنج في opportunity. هلا ثاقبت انه بهيدي الشركه كان في شخص مسؤول هو سي او كان له صله ترابي فيه ولكن هو كان من النوع على الامريكان سيستم قال انا ما بقدر اعمل له مقابله لرجت راد لانه في علاقه في نسب بيناتنا يعني في تضارب مصالح conflict of interest so خلى عده شباب من المكتب اللي هن السينيور ستاف من المكتب يعملوا لي الانترفيو وعملنا الانترفيو وفينا نقول انه وقتها اتليست مرقنا اول فحص اول فحص اي وكانت البدايه اعطيناها 3 اشهر بعدين 6 اشهر بعدين قضينا 42 سنه من حياتنا فيها للصراحه نعم فاطمه شو بتذكري هيك من اول مقابله عمل وقت رحتي قدمتي بدك تشتغلي شو هيك شو الانطباع اللي بعده براسك أول شغل أخذته هيك كان يعني on the side كنت بعدني عم بعمل ماسترز بالأيوبي وقلت بتسلى برجع على مدرستي اللي هي الاي سي وبعلم هيك كنت عم بعمل ماثماتكس eventually يعني كان هيدا وقت البلان قبلت عملت مقابلة مع أساتذتي يلي طبعا لهم فضل كتير كبير لأنه حجم التشجيع والثقه اللي اخذته بالمدرسه بالاي سي ما اخذته بمطرح بحياتي كلها في فضل للمدرسه دائما هيك بتحسها بتلعب يعني دور بوقتها كمان انه يعني لانك ذكرت اول الحلقه انه بماده مثلا البنات عاده ما بيكونوا كثير مرتاحين فيها لما بتحس انه بيجي الريكوجنيشن من اساتذتك بهالموضوع بتحس حالك انك اكيد بتنبسط بتعتبري هيك جايزه كبيره يعني قادر تعمل كثير وهيدي هيدا العمر كثير اساسي لانه كل شيء بعدين بيجي ريكوجنيشن بصير ما له عازه بصير كثير مؤخر سو ايه كنت كان مور انه ايه انه سألتهم أنا فيني كتير كبيرة وفت كتير صغيرة استاهلي على كلن يعني هيدا الذكاء والمثابرة يعني أكيد وكنت كتير صغيرة يعني almost بعمر يعني بعد شوي يعني كنت عم علم secondary وأنا بعدني خالصة so كمان it was a lot of fun يعني طبعا up to a point حلو المحطة الثالثة رجعت راد وهي أنا اليوم أنت اليوم صرت مرجع يمكن لكتار بقطاع الإعلانات بعد هذه الخبرة الطويلة اللي حكينا عنها 42 سنة إذا بدك تقول لحالك اليوم والله رجا برافو لرجا أنت تقول عن إنجازاتك أنه أنا حققت هيك حققت هيك حققت هيك شو هي هذه الإنجازات اللي بتعتبر أنه أنت فعلا حققتها أهم إنجاز أنه نحن بلشنا مكتب ببيروت وأنا كنت أكاونت دايركتر ببيروت بعدين انتقلت على البحرين كنت مسؤول عن البحرين دبي والكويت بعدين نقلنا على دبي وكبرنا وصارت النتورك اكروس ذا ريجن صار في عندنا مكتبين بالسعوديه مكتب بدبي مكتب بمصر مكتب ببيروت مكتب بالاردن سو فيني اقول انه نحن من وين ما بلشنا يعني انا بعطيك اكزامبل شغله ذات از اكستريملي
I'm very proud of it. نحن جينا على دبي كنا ثلاث أشخاص. لما جينا على دبي in 1986 كنا ثلاث أشخاص. بال 1989. نحن 1300 شخص اليوم. حلو. So نحن قدرنا نتحدى حالنا لأنه أنا بالحياة لازم تحط objectives. ولما بتحط objectives بتحط strategy how to meet the objectives. And I had around me a team of colleagues that believed in the same journey, believed in the same set of objectives that we have put for ourselves. And together we were able to make it and really fight it all through the way. لأنه نحن ما ننسى شو مر علينا. صحيح. نحن مر علينا أول شيء حرب الخليج الأولى. مر علينا كثير قصص بمسيرتنا. مع هيدا وكله ما قررنا إنه ما نوقف. لأنه هيدا مثل ما بيقولوا سبق وبهيدا السبق ما لازم توقف. إذا بدك توصل أساساً ما في فينيش لاين مثل ما بيقولوا صح. بالسبق. صح. The recipe is passionate commitment to the objectives that you have set, desire to make a difference, and أهم شيء بهالمهنة اللي نحن فيها أو بأي مهنة اللي كانت للشباب هي curiosity. لأنه أنا كنت دائماً أقول للشباب معي بالمكتب, if you don't keep on challenging yourself and you don't have the curiosity to learn what's happening in the world against us, you will be off the train. صح. بدك تكون in the train, بدك تكون واثق بنفسك وعم تتحدى حالك كل يوم. 100%. Most importantly, be true to yourself. لأنه if you are true to yourself, بتقدر توصل. بس إذا بدك تكون what people want you to be, rather than be what you want yourself to be, ما بتوصل بحياتك, in my opinion. في شغلة لازم يكون الواحد بعقليته transformational, لأنه نحن اليوم بالإندستري اللي نحن فيها تغيرت completely. It's not the industry that I have joined in 1981. صحيح, تغير كل قطاع الإعلانات. يعني قطاع الإعلان تغير, you need to be transformational in thinking, you need to be progressive, multitask, vibrant, result-oriented, daring. صح. على سيرة الحشرية, نحن حشورين نعرف منك بثلاث كلمات بدك تعطي وصفة نجاح لهيدا الجيل, شو بتقلن؟ آمنوا بنفسكم, رح تكونوا أكثر من ثلاث كلمات, وحطوا objective لحالكم لقدام. بس الهدف ما لازم يكون هدف الهين, حتى لو ما وصلتوا له حطوا الهدف العالي فوق واشتغلوا قد ما فيكم حتى توصلوا, وآمنوا بنفسكم. سؤال أخير, بعد تقاعدك عندك بعد شي حلم معين تحقيقه؟ وحققت كتير إنجازات ومسيرتك حافلة, في شي براسك بعد حابب تعمله اليوم؟ والله اليوم حابب سافر وارتاح بعد 42 سنة. طيب كنت جيت على لبنان وهيك شفناك شخصي. حقيقة يعني بعد 42 سنة إنسان كمان, يعني في إشياء تانية أساسيات بالحياة, تقضي وقتك مع عائلتك. وأنا في شغلة نسيت أقولها بالأول اللي كتير مهمة عن الجامعة وعلاقتي بالجامعة, عدا عن أني تخرجت من الجامعة معي شهادتي من الجامعة من الـAUB, تخرجت ومعي صكت الزواج من زوجتي سوزان اللي أنا التقيت فيها بالـAUB. يعني هذا أهم يمكن إنجاز ساعدتك في الجامعة الأمريكية. شهادتين أخذت بالجامعة. على كل, نحن كنا حابين نستبقيك معنا ولكن نعرف عندك ارتباطات تانية. بنتشكرك كتير على حضورك حتى لو كان عبر زوم بفقرة بصمة, وإن شاء الله منشوفك قريبا بلبنان. شكرا رجاء تراد. مشاهدينا نحن مكملين معكم ولكن بعد هالفاصل الإعلاني. مهندس ميكانيكي بارع بشغل الهندسي بشركة سيارات بزحلة وكمان موهوب. أنا ألاء أبو نكد, عمري 29 سنة, هيدي المنطقة زحلة ربيت فيها وحالياً عايش فيها. تعلمت بجامعة الروح القدس الكاثوليك, عملت ميكانيكال إنجينير, هندسة ميكانيك,
هيدا الاختصاص يلي لقيته قريب لإلي بقدر إني انسجم فيه. أنا أفتر سيلز مانجر، يعني مسؤول عن ميكانيكال وركشوب، يعني جراج الصيانة إنه صالح فيه سيارات، وعن السبير بارتس ديبارتمنت يلي هو القطع يلي منبيعهم كمان لزبونيتنا. مثل ما كنا عم نحكي عن التكنولوجي، عم نتطور من شيء لشيء، يعني كنا بس بنزين نحكي بسيارات بس على البنزين، هلا عم نحكي على الهايبريد، يعني بنزين وفي عنا البطارية يلي صارت عم تنوجد بالسيارات يلي بتكون هايبريد. أهلي لعبوا دور كتير كبير باللي أنا هلا وصلت له. يعني كنت خاف إنه ينجر ورا الفن وتأثر على جامعته. كنا نوعي إنه أوكي أنت بتحب تغني ما في مشكلة، بس في كمان هلا جامعتك ولازم تخلصها، والحمد لله كان قد المسؤولية. نهار كنا عم نتمرن على ترتيلة، أعطينا ربي قبل كل عطاء، بتذكرها دايما. وكان في شخص عم يمرننا، ما بعرف كيف لاحظ انه في شيء مميز عن البقية، وقال لي انه انت لازم تشتغل على حالك. أسجد أمامك إلهي. بخصوص انه بين الشغل والغنى، هني صراحة شغلتين كتير مخصهم ببعضهم، كتير يعني متناقضين وبعض عن بعضهم. يعني كل شاب كل صبية بيلاقي انه عنده القدرة انه يكون عنده كذا شغلة بالحياة، ما يقول انه هذا الشيء صعب، ما يقول انه في شيء مستحيل وما بقدر اعمل شيء. على القليل يجرب، لانه بس يجرب اكيد رح يلاقي. اذا كان عنده طموح وشغف بحيالله شغلة، لو كانوا 10 شغلات سوا، بس يكون عنده طموح وشغف بهذا الشيء اكيد رح يوصل اللي هو بده اياه وبنجاح. زحل من جنة الفردوس، زحلي سما نزلت عقلب الأرض، زحلي صرخي بوجه الدهر يا دهر، زحلي بيصر المجد شرع لي البوا. زحلي يا دار السلام، فيك مربى الأسود، على الضم والله ما ننام، موت بفوز البارود. زحلي يا دار السلام، فيك مربى الأسود، على والله ما ننام، موت بفوز البارود. زحلي زحلي زحلتنا، شرب العرق عادتنا. زحلي زحلي زحلتنا، شرب العرق عادتنا، والبردوني ميتنا طعتي لزي وبرودي. زحلي يا دار السلام، فيك مربى الأسود، على طم والله ما ننام، موت بفوز البارود. أنا أبو نكد، أهلا وسهلا فيك وبكل أهل زحلي اللي عم يحضرونا الليلة بريسيرشر قصة كبيرة، وتحديدا بفقرة كمان موهوب. شو تعليق أول شيء دكتور فاطمة على اللي سمعتي؟ كيف هيك بتحسي؟ لأنه هل هو فعلا بتحسي أكثر مطرب أو مهندس؟ لا أكيد. وين إيدي أكثر؟ مطرب أكيد، يعني صوت ذكرني بأصوات القديمة اللي بنقدرها ونسمعها، أوثنتيك أند ديب. خليك زار، ثانك يو. حلو. ألا بتعرف أنت مهندس، يعني مهندس كمان مهندس ميكانيك، يعني تعتبر هيدي الشغلة هيك شوي إنه ناشفة وجافة،
ومن بعدين على الغنى يلي هي يمكن فيها متعه وفيها يمكن هيك مجال عزب، انه كيف انت قدرت توفق بين هالمتناقضين اذا بدنا نقول، يعني في تناقضات بمحل. اول شيء مساء الخير دكتور عماد، انا بدي اشكرك على هالاستضافه المميزه. ونحن كثير مبسوطين فيك. اكيد بنقول لها مساء الخير للدكتور، انا كنت عم تابعك يعني على كل انجازاتك. بصراحه مثل ما ذكرنا هن شغلتين كثير بعاد عن بعضهم، بس بنفس الوقت الاثنين بدهم تركيز والاثنين بدهم جهد. بحس يعني المفارقه بالموضوع بدها تكون بالتركيز، يعني انا لما اكون بشغلي بكون بس مركز على شغلي الهندسي، ولما اكون بشغلي الفني بدي اكون مركز على شغلي الفني، يعني لما عم بشتغل بالهندسي بدي انسى شوي الفن، ولما بدي اشتغل بالفن يعني ما بدي اكون عم مثل ما بيقولوا تشوشر، إذا عم بشتغل بالهندسي أكون عم وجع راسي بهداك الموضوع لحتى أقدر أنجح بكل شغلة، كل شغلة منهم بدي أعطيها حقها، وكل شغلة منهم بدي أعطيها وقتها واهتمامي وتركيزي. يعني بتقدر تفصل بين اثنين، يعني وقت اللي بتكون بالشركة أنا مهندس، وقت اللي بكون برات الشركة أنا. هو هذا الصح. لك ألان بكل صراحة، أنت شو بتعتبر هيك الأقرب على قلبك؟ يعني الناس تعرفك كفنان يقولوا المطرب مثلاً ألان أبو نكد أو المهندس ألان أبو نكد؟ لا اذا الله راد رح ننشحت من الشغل من ورا هالسؤال من ورا الحلقه. بكل صراحه بقول لك اكيد عندي طموح كثير كبير بالفن بهذا المجال، لانه بحبه من انا وصغير، ومن انا وصغير بحلم اني غني بمحلات، اوقف على مسارح، شارك بقصص. الهندسه اليوم بنحسها مثل انه شيء نحن شغل، يعني انا عملت هندسه لانه كمان بحبها. بس وصلنا لمحل انه صرنا عم نشتغل. ليك هلا بلا مزح، يعني اذا خيروك قالوا لك ليك الفن انت بتكون فنان وقادر تعتاش من ورا الفن وكل شيء مأمن لك وهيك، بتبقى بالهندسه؟ يعني اذا بدك عندك خيار واحد، او هندسه او فن. اكيد الفن. انت ردت فاذا شحطت اذا الله رد. طيب انا هون بدي اسال فاطمه انه كمان اكيد عندك هوايات معينه، شو بتمارسي نوع هوايات؟ أو موهبة مثلاً خبيتيها كمان؟ موهبة مش لدرجة موهبة لا. بس هوايات أكيد شيء بيشبه يلي حكي عنه ألان، لأنه أنا سنين فترات سنين طويلة كنت أعزف وبعدني بعزف بيانو. And محترفة على البيانو؟ محترفة يعني إيه، وصلنا للماستر كلاسز مثل ما بيسموهم، و يعني بتعمل مثلا بيانو فور فور هاندز وذ بروفيشنال. لمين بتحبي اكثر شيء تعزفي؟ يعني اذا قعدتي بينك وبين حالك كلاسيكال ديفنتلي كلاسيكال. وبعمل يوغا كثير. نعم كمان، لانه اليوغا كمان بتشبه كثير حكى اشياء الان. صحيح، اللي هي بتجرب توفق بين طاقتين، انا بامن بالطاقات. طاقة ايجابية. لا هي المفروض كلها ايجابية. اي بس طاقة بتعطينا يمكن اليوغا شوية طاقة. الطاقة شوي الطاقة الجنتل والشوي اللي بسموها يين يانج، يعني هي طاقة جنتل وطاقة شوي مور اجريسيف، لانه الانسان بحاجة لاثنين ليقدر يعيش. بيعمل توازن. توازن. ألان زحلة معروفة، يعني مسقط رأس كثير من الفنانين الكبار مثل الست نجوى كرم، وائل كفوري وغيرهم. تحس حالك يوما ما حتكون منافس لهيدي الاسماء او انه بيدعموك؟ انه كيف بتلاقي علاقتك فيهم اليوم كابن زحله كاولاد زحله مع بعض؟ يعني اول شيء نحن بنفتخر فيهم وبنرفع راسنا اكيد وين ما نروح انه عندنا هيك فنانين وفنانات من زحله وصلوا لمحلات كثير بعيده. يعني هلا انا بهيدي المرحله بحس انه يعني دعمهم إذا شي نهار صار ويمكن قدرنا تواصلنا أو قعدت مع حدا منهم، دعمهم لإلي رح يكون أكيد شيء كثير كبير، نفسهم أكيد صعبة يعني خصوصي هلا فرق كمان العمر بلكي وفرق اللي هن حققوه الخبرة. يمكن الأيام كانت قبل غير هلا، يعني في كثير عوامل إنه صعبة أوصل لمحل أقدر نافس، ومش هذا الهدف، يعني الواحد بس يشتغل على حاله أكيد بينافس حاله مثل ما بيقولوا بيقدر يوصل لمحلات كثير بعيدة. طب ليك بس دعمهم ومحبتهم يعني إذا صار شي نهار هيك تلاقينا هذا أكيد بيكون شيء كثير حلو بالنسبة لي. يعني ليك إذا بدك تطلع على كاميرتك وتحكي مع نجوى كرم أو تطلب منها طلب، شو بتطلب منها؟ أول شيء بدي أحييها وبقول إنه أنا كوني ابن زحلة بفتخر فيها كثير مثل ما اكيد كل زحله بيفتخروا فيها. انا بتمنى يمكن قبلها اقعد معها احكي معها اسمعها صوتي اخذ رايها، وبطلب اكيد مساعدتها لانه يعني مساعدتها اكيد رح تكون كثير مهمه وكثير حلوه بالنسبه لي.
على كل تحية لست نجوى كرم كمان من برنامجنا. شو رح تسمعنا هلا؟ رح نسمعكم غنية وبطير. وبطير. يلا. تفضل المسرح إلك. بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس؟ بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس. بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس؟ بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس. شوف القمر حدي والهواء عخدي وإيديك لمخدي وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد حبك بالقلب بيزيد وبروح 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 عدني ما فيها موت فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح بعدك ما عرفت إني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حتى غمرني بدي إياك حبك أنا حبك أنا وبهواك انساك صعبي يا حلو انساك لا تروح لا تروح خليك حد غمرني بديك حبك انا حبك انا وبهواك انساك صعبي يا حلو انساك لا تروح لا تروح اليوم كواحد يكون فعلا نجم على الساحة بيحتاج دعم مالي وإنتاج كيف عم بتفكر اليوم إنك أنت تتقدم خطوة لقدام يعني إذا بدك تعمل إنتاج هل عندك مصدر مالي يساعدك أو يقدر يعمل هيدي الإنتاجات؟ هلا حاليا بالوقت الحالي عم بشتغل لحالي يعني بهذا الموضوع أنا يعني أنا كل شيء بتكلف بكل شيء وعم بتكفل أنا بكل شيء هلا أكيد مع الوقت وعم بيصير يعني إذا بدك احاديث هلا من هون ومن هون بعد ما في شيء رسمي يعني انه بشيء حدا يدعم كنوعا ما شركه انتاج يعني تكون حدي وتساعدني بهذا الشيء اكيد هذا الشيء كثير ضروري يعني بهذه الايام وبظل هال اذا بدك هال الحرب الفنيه يعني اذا فينا نسميها هي الحرب عم بتكون فنيه وغير فنيه هلا خلينا نحن بالفن خلينا اكيد اجبار يعني هذا الشيء كثير اساسي بهذا المجال حتى يستمر الواحد بطريقه هيك يعني يكون قوي اكثر اذا بدك سمعتك بالتقرير عم بتقول انه حدا اكتشفك بالكنيسه صح. يعني مين كان هذا الشخص الصراحه كان هو ابونا بالكنيسه كان عم يمرنا كنا صغار يعني بس كنا تقريبا عمرنا شي 10 سنين او 11 سنه
انا ما كنت حب روح يعني ما كنت دائما كنت حب روح صلي بس ما كنت حب روح انه رتل يعني فدائما اهلي كانوا يجبروني على هذا الشيء. يجبروك على شو؟ على الصلاة او على الترتيل؟ لا اكيد على الترتيل، انا كنت حب روح صلي يعني بس بالكنيسة بس دائما يجبروني انه لا انه لازم تطلع توقف على رفقاتك وترتل يعني. فانا كنت اتهرب كذا مرة تهربت من هذا الشيء. ما كان وارد الفن ابدا يعني براسك؟ ايه اللي صار انه كان صوتي كثير هيك ولادي مثل ما بيقولوا بليله وعيد ثاني نهار صوتي يعني كومبليتلي غير مرجل وحتى انا رتلت فكرت انه انا مقرب او ساخن يعني انه هيدا مش انا ايه في شيء مش مزبوط في روح سكنتك 100%. فمن بعد الصراحه من بعد ما خلصنا القداس يعني العالم ما يعني هذا النهار ما بنساه العالم وتفاعلها معي شو صاروا يخبروا اهلي وشو صاروا يقولوا لاهلي يعني يعطوا انه كومنتات انه الان انه شو عامل بصوته وواو وهالخبار يعني فمن هون من هون بلشت البوش اللي انا اخذتها من العالم انه خلص حسيت انه لا انه حسيت حالك مستحي يا الان العالم ما عم بتقول لك روح عيب ما تروح فاطمه عم بيقول الان انه هو اكتشف بيوم من الايام او بليله بين ليل وضحاها انه قادر يغني ويمتهن هيدي المهنه او خلينا هيدا الشغف لانه الفن منه مهنه هو اكثر يمكن واحد شغف صح بيعمل شيء. حدا شجعك إن بعد ما سمعوك عم تعزفي على البيانو شي مره عزفتي مثلا قدام مجموعه كبيره وعطوكي رايهم وقالوا لك انه نحن كمان بنشجعك تكملي؟ بعمر صغير اكيد ان كان بالمدرسه وقت اللي كنا بكندا كمان كانوا تعمل البلديه مرات نشاطات وبتذكر اخر مره كان بالاي سي يعني وقت اللي كنا عاملين حفله كمان بس انه وقفت عند هون خلص خلص. في فنانين تاثرتي فيهم مثلا بتقولي هول الفنانين بحب اسمع لهم كمان؟ بحب اكيد لمين بتسمع بهال 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 بهالخصوص لانه عن جد الفنانين اللي بيعزفوا كلاسيكال عندنا كثير مظلومين. اي في عنا فنانه تاتيانا بريماكخوري مثلا زوجته لفلوتست وتافخوري يعني ما منعطاهم حق world class caliber يعني بتلاقي انه بيروحوا برا وبتلاقي العالم كله عم تحكي فيهم بيجوا على لبنان أجأ حدا سامع فيهم بقى بحب للأسف. اكيد ايه للاسف ايه الا انت بمين تاثرت كمان هيك غنائيا يعني تحس حالك انه هذا الفنان انه كمان هيك بيعطيني اكثر انه بوش انه لا تكمل بهذا المجال يعني في كتار صراحه هلا من الاكثر يعني ستيل وائل كفوري مروان خوري يعني ادم يعني هودي الفنانين يلي بحسهم قراب لستيلي انا بالاغاني يعني زياد برجي وائل خصوصا ابن ما فيناش نزعله اي اكيد فكل هيدي الاشخاص يعني اللي عندهم اغاني قديمه ما بتموت اذا بدك بهذا المعنى نحن بسهراتنا بحفلاتنا دائما بنغني القصص القديمه والعالم انه ايام بتتفاجئ بتكون اغاني قديمه نسيانتها بصيروا يقولوا انه اف مثلا لوين رجع ايه لوين رجعتنا وهيك هذا شيء حلو حلو دائما هيك نستذكر شيء حلو على كل نحن يعني لا يمل منكم حلقتنا بتكون انتهت لليله انا بدي اشكرك دكتور فاطمه على كل يمكن المعلومات اللي اعطيتينا اياها انا طبعا يمكن صوتك مش انا اللي بقدر قيمه بس كمستمع بلاقيه كثير حلو مثل ما قالت دكتور فاطمه وكمان ما بدي انسى اشكر السيد رجع تراد اللي كان معنا الليله بنهايه هالحلقه رح اترك لك المسرح وتختمها انت على ذوقك تفضل طلوا طلوا الصيادي وسلاح يلمع في عصفورة لو نرمادي تطير وتتدلع لك طلوا طلوا الصيادي وسلاح يلمع في عصفورة لو نرمادي تطير وتتدلع من وادي لوادي ما قدروا عليها الصيادي من وادي لوادي ما قدروا عليها الصيادي ولك طلوا طلوا الصيادي وسلاح يلمع في عصفورة لو نرمادي تطير وتتدلع من وادي لوادي ما قدروا عليها الصياد من وادي لوادي ما قدروا عليها الصياد
شفت عينك يا عصفورة قلبي ناويلي بدي جبلك شي زعرورة وفيها أصليلي وحياة عينك يا عصفورة قلبي ناويلك بدي جبلك شي زعرورة وفيها أصليلي يا ويلك لو مرة مرقتي بها الزعرورة وعلت من وادي لوادي ما دروا عليها السيادي طلوا طلوا الصيادي وسلاح يلمع في عصفورة لو نرمادي تطير وتتدلع من وادي لوادي ما دروا عليها السيادي من وادي لوادي ما دروا عليها السيادي سهر وليالي العيد نامت عكتف غنانينا يا رايحين بعيد بعيد تبذكروا ليالينا طال السهر وليالي العيد نامت عكتف غنانينا يا رايحين بعيد بعيد تبذكروا ليالينا دق العمر على باب علينا الحبايب كل المحبة دوري دوري كل الحبايب دوري دق القمر على باب الدار طلوا علينا الحبايب يا رايحين كبار صغار تذكروا ليالينا طال السهر وليالي العيد دامت عكتف غنانينا يا رايحين بعيد بعيد تذكروا ليالينا وطال السهر وليالي العيد دامت عكتف غنانينا يا رايحين بعيد بعيد تذكروا ليالينا تذكروا ليالينا تذكروا ليالينا